فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قوله سبحانه إنك كادح إلى ربك كدحا، هل قوله كدحا مفعول به لاسم الفاعل في قوله كادح أم هو مفعول مطلق؟ صفة للمفعول المطلق، إنك كادح إلى ربك، لا هو مفعول مطلق، مفعول مطلق من كدح، كدح كدحا مثل ضرب ضربا، هو مفعول مطلق بلا شك. نعم.